السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، سبحان الله مبدل الأحوال. بالأمس القريب كان رئيس حكومتكم هو من أشد المعارضين لفكرة الدعم المباشر، وجعل شرط لمشاركته في الحكومة 2016 هو عدم إقرار هذه النقطة. في ذلك الوقت ما قدرناش على أن تفقير الفقراء هو لأجل استغلالهم في الانتخابات من خلال عملية جود. الآن جميع ما ورد في البرنامج لا ما يمكنش نستمر هكايا. الله يخليكم، راه باش كنا كنهضروا بالقران، راه حنا كنقولوا كلام قابل للصواب وقابل للخطا، ونتعلموا نتصنتوا لبعضياتنا، ولا غادي يردوا هاد القبه المقارنه سوقعوا كاد، ما عندناش الاختيار، نتعلموا نتصنتوا لبعضياتنا. الله يرضي عليكم، كنهضر مع القبه المقارنه كل شيء. تصنت من بعد فاش تجيك الكلمه ورد. ايوا الا قال كلمه ما كيعجبكش وتقول كلمه ما كيعجبكش غنوليو في الفوضى. تفضلي سيده نائبه. الان جيتوا كتقولوا بان عملتوا قطيعه مع الماضي، وكل ما ورد في البرنامج الحكومي هو من ابداعكم. احنا مع الدعم المباشر، ولكن كنتمنى. شكرا شكرا سيدي. اسي سيمو وماشي شغلك هذا الشيء. الوزيره كتجاوب وطارح، مالك انت ومالك انت؟ اش هاد العبات، اش هاد العبات السيمو؟ بغيتيش تسالي كاع، ما كيهمكش، كاين برلمان وكاين حكومه، وانت مالك عباد الله. واش بغيتي تلعب اسيد سيب؟ واش بغيتي تلعب الادوار كلها؟ كاين نائب وكاين حكومه، هذا دابا غير تشويش مجاني. اسيد سيب الله يهديك. سيمو ما غنجاوبكش، انا كنعرفك مزيان، ما غنجاوبكش. عفوا سيد الوزير، تفضلي. اولا السيده النائبه المحترمه، تحنا مع الدعم المباشر، ولكن بقواعده وخاص يكون السجل واجد ونكونوا عندنا المعطيات كلها. ثانيا اللي احتسبنا غير الضرائب اللي قلتي كاين ارتفعوا بخمسة ستة المليار، وباش غادي نخلصوا المقاصه اللي طلعت ب 16 و7 المليار؟ لا جينا نحسبوا على اليمين وعلى اليسار اللي دخل واللي خاصو يخرج. بالتالي ما يمكنناش غير نقولوا ها شنو دخل. حنا واعيين بالفقر، والوقت اللي غتصيفط لواحد الوليد المدرسه هي فاش غادي تعالج الفقر، لان غتعطيه حتى هو الفرصه باش يكون عنده واحد النيفو اللي مهم، اللي حتى هو يكون عنده حق في المستقبل. وبالتالي الدوله الاجتماعيه اللي الا جات من الاولويات ديالنا هي كذلك باش نعالجوا بطريقه هيكليه المشكل ديال الفقر في بلادنا. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.